السلام عليكم. طولنا عليكم اليوم، المحاضرة دي مهمة الصراحة، ولكن أنا مضطر إن أنا أختصر فيها كتير. طيب، إحنا هنتكلم عن الـ approach to a patient with HCV. تمام؟ إحنا أول ما ابتدينا الانترودكشن بتاعنا الـ HCV لما عرفناه 1989، كان الأول ابتدينا العلاج بتاعه بالانترفيرون سنة 92. بعدين قلنا لا، هنبتدي بندي بيجريتد انترفيرون مع ريبافيرون سنة 98. وفي سنة 2011 كان first generation direct antiviral كان نزل، وبعدين 2013 second generation، ودلوقتي من 2015 لحد دلوقتي احنا بنستعمل interferon free regimen. يعني احنا دلوقتي ما بقيناش ندي الانترفيرون خالص في علاج فيروس سي. لو شفنا الكيور ريت اللي كان بيحصل من ساعة ما ابتدينا علاج الفيروس سي لحد دلوقتي، فاحنا هنلاقي ان احنا بالبروجريس وبنتحسن كتير جدا. احنا كنا بادئين ب 7-11% بس من الستاندرد انترفيرون، بعد كده لما بقينا ندي بجلتي الانترفيرون مع الفيروس 48 ويكس، يعني سنة كاملة، كان الكيور ريت بتاعنا 42-46% فقط. احنا دلوقتي بنوصل ل 100% كيور ريت مع انترفيرون فري ريجيمن، يعني مجرد اقراص 3 شهور او 6 شهور وبنوصل للكيور ريت ده. فاحنا دلوقتي صراحة يعني ايرا ما كناش نتخيلها من 5-6 سنين فاتت فعلا. يعني فالهباتيتس سي بيشنت دلوقتي محظوظين فعلا، يعني قبل كده كان بيشنت كان بيموت منه وملوش تريتمنت، دلوقتي بقى ليه كيور. هنبتدي نتكلم عن الاتش سي في. احنا عندنا الاتش سي في جينوتايبس، هم 6 جينوتايبس. اهم حاجه نعرفها ان جينوتايب 4 هو الموجود عندنا هنا في ايجيبت والميدل ايست، جينوتايب 1 اي وبي موجود اكتر في اوروبا وامريكا، وجينوتايب 5 ده موجود في ساوث افريكا، وجينوتايب 6 موجود في ايجيبت. اهم حاجه عندنا ان جينوتايب 4 هو اللي عندنا في الاساس، فهو ده اللي هنفوكس عليه، لان في جايد لاينز بتقول لو جينوتايب 1 هنديله تريتمنت ايه، جينوتايب 2 هنديله تريتمنت ايه. فاحنا كجينوتايب 4 احنا هنفوكس في التريتمنت بتاعنا دلوقتي على جينوتايب 4. عشان نفهم ازاي بنعالج فيروس سي لازم نفهم اللايف سايكل بتاع الفيروس سي. الفيروس لما بيجي اول حاجه بيعمل بايندنج، وبعدين بيدخل السيل، بعدين يبتدي فيوجن، يبتدي ترانسليشن البروسيسنج بتاعه عن طريق بروتيز انزايم، وبعدين يبتدي يعمل ريبليكيشن عن طريق البوليمريز، وبعدين اللي هو المورفوجينيسيس، ويطلع كفيروس كبير. احنا بنأكت عليه في 3 اماكن هنا اهو، اللي هو البروتيز انهبيتور ال NS34A بروتيز انهبيتور، وبنشتغل على البوليمريز انهبيتور اللي هو ال NS5B بروتيز بوليمريز انهبيتور، واخيرا بنأكت على ال NS5A انهبيتورز على المورفوجينيسيس. فاحنا عندنا 3 كاتيجوريز من دايركت انتي فايرال دراجز، ذات اللي هي دايركت انتي فايرال دراجز. عندنا ال NS5A انهبيتورز، ودول اي حاجه اخرها اسبير اللي هو الداكلاتاسبير، الالباتاسبير، الميديباسبير، الامبيتاسبير، والبيتاتاسبير. ال NS5B بوليمريز انهبيتور اللي هو اخرها بوفير اللي هو فيها بي، فوسفوفير والداسبيوفير. واخيرا ال NS34A بروتييز انهبيتور، بروتييز انهبيتور بعتبرها بريفير، سيمي بريفير، الباريتا بريفير، جالاكتو بريفير، وهكذا. فاحنا عندنا 3 كاتيجوريز من الانتي فايروس. ايه الافيلابل دراجز الموجوده عندنا؟ احنا عندنا السوفوسبوفير، السوفوسبوفير مع الليديباسفير، السوفوسبوفير والفيلباتاسفير، الكيوريبو اللي هو الريبافير، الريتونافير، باريتا بريفير، والبيتاسفير، دول 3 في 1، 3 تابلت واحد. وفي عندنا الترانسوبريفير والالباتاسفير، ده مش في مصر و 27,000 من الكومبينيشن دي. في داكلاتاسفير، عندنا سيمي بريفير وريبافير. طيب احنا بنديهم ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا عدد كبير جدا من الانتي فايروس، بنقسمهم ازاي وبندي العيان ازاي؟ هنتكلم الاول عن كل واحد فيهم ونقول الماده بتاعته والتركيز بتاعه بيتاخد ازاي. اول واحد عندنا السوفوسبوفير اللي هو السوفالتين، اشهر حاجه نزلت 2011 وكان نقله فعلا لما نزل. السوفالتين اللي هو السوفوسبوفير ده ان اس 5 بي بوليمريز اكتنج از ا فولس سبستريت، ودي اتس كاركترايز باي برود انتي فايرال اكتيفيتي اجينست اول اتش سي في جينوتايبس. عشان كده بيتاخد في كل الاتش سي في جينوتايبس من 1 لـ 6 هو ينفع معاهم. امال ايه مشكلته؟ مشكلته دي ان هو مينلي اكسكريتد ان ذا كيدني باي ذا ريت اوف 75%. عشان كده في عيانين الرينال امبيرمنت اللي هو الاستيميتد جي اف ار بتاعه اقل من 30 ده ما ينفعش يتاخد. تمام؟ التابلت بتاعنا 400 ملغ بيتاخد وانس ديلي، وممكن يتاخد ويز اور ويزاوت فود.
ادويه كتير لو انتوا تفتكروا اللي بيتاثر بيها الوارفارين الاستروجين الفينايتوين الحاجات دي، فهو ملوش علاقه بيه خالص. في بقى هنا اف دي اي وورنينج مهم جدا، براديكارديا اف امايدارون ووز كو ادمنستريتد والسوسبوفير، عيان كان بياخد امايدارون لو خد معاه سوسبوفير بيحصل له سيفير براديكارديا اب تو ارست. فممنوع تماما ان عيان يبقى ماشي على السوبالدي وياخد معاه امايدارون. تمام، عشان كده الناس الكبيره اللي هو فوق ال 65 سنه احنا بنعمل لهم بنشوف الدراج الانتاج بتاعهم الدراج هيستوري بتاعهم، ولو في اي ادويه فيها امايدارون، وساعات كمان بنطلب ان هو يعمل كارديولوجيكال اسسمنت عشان نشوف الكونديشن بتاع البيشنت. تاني ده عندنا التكلافاسبير بدل في اسبير، فده ان اس 5 اي انهبيتور لحد دلوقتي بيستعمل في الايجيبشن جايد لاينز، بس اخر يوروبيان جايد لاينز الايزل مش موجود فيها، ولكن لا زال حتى الان في الايجيبشن جايد لاينز موجود وبيتاخد وفعال. احنا دلوقتي احنا بالنسبه لنا كايجيبشن احنا الريت اللي احنا عملنا عليه ستاديز اكبر بكتير من اللي هم عمل عليه ستاديز، احنا عندنا فيروس سي منتشر جدا، فاحنا بقى لينا ايجيبشن جايد لاينز في التريتمنت على الاف سي في. التركيز بتاعه افيلابل 30 و60 ملي جرام تابلت وبيتاخد مورنينج تابلت. ابروكسيميتلي 90% از ادميتد ان فيسز وليس ذان 10% اكسكريتد ان يورين، فعشان كده الدكلاتاسبير احنا ممكن نديه في الرينال انفيرمنت. السيمي بريفير اللي هو البوليسيو واضحه كده؟ طيب زي ما قلنا السيمي بريفير هو بريفير، فهو بروتيز انهبيتور، مشكلته ان هو بيبقى افكتد جدا بسيتوكروم بي 450 سيستم في الاليمينيشن بتاعه. تمام، فعشان كده الانتر اكشنز بتاعته مع الدراجز كتيره جدا. وبالمناسبه لما تيجي تدي لاي عيان انتي فايرلز لازم تشوف الحاجات اللي هو بياخدها وافتح ميدسكيب ودخل الادويه اللي هو بياخدها عليه وشوف هل في انتر اكشنز بتحصل كونترا انديكيتد ليه ولا لا. تمام، معلومه اخيره مهمه جدا عن السيمي بريفير او عموما عن اللي هو كل البروتيز انهبيتورز، شود نوت بي يوزد ان تشايلد بي اور سي اي كومبنسيتد سيروسس، بيعملوا ديتيريوريشن. 2012 لما كنا بندي اللي هو السيم سوف اللي هو السوبالدي مع الاوليسيو كان عيانين كتير جدا بيديه كومبنسيت عشان هم كانوا مش تشايلد اي، كانوا بيبقى تشايلد بي، فكونترا انديكيتد تماما لو العيان دي كومبنسيتد اللي هو التشايلد بي او تشايلد سي، اللي هو ابتدى في جوندس عنده عاليه في اسايتس عنده ما ينفعش يتاخد فيه السيمي بريفير. عندنا بعد كده الليدي باسفير سبوسفير، ده واحد اللي هو الهارموني او موجود في مصر اللي هو السوفنانول بلس او فايروباك بلس، قرص واحد في الاثنين على بعض، هو في اللي دي باسفير زي ما قلنا بدل باسفير فده ان اس 5 اي انهبيتور، ما بستعملش اللي دي باسفير ابدا لوحده، بستعمله مع كومبينيشن مع السوسفير. الاكسكريشن بتاعه مينيمال رينال فعشان كده هو سيف ان هو يتاخد في الرينال ديزيز، والافيلابيلتي بتاعته اللي هو الهارموني او اللي هو السوفنانول بلس بيتاخد 400 ملي جرام اللي هو السوسبوفير و90 ملي جرام ليدي باسفير، قرص واحد في الاثنين مع بعض بيتاخد مره. تمام، الهارموني موجود في مصر، السوفلانور بلس موجود في مصر، والفايروباك موجود في مصر. بعد كده عندنا الكيوريفو ده امبيتاسفير باريتا بريفير بريتونا بير، ايه دول؟ امبيتاسفير ده ايه؟ اي حاجه اخرها اسفير ان اس 5 اي، باريتا بريفير السلايدز كلر كودد، انا ملتزم باللي هو الكلر كود البي ار دايما اخضر وهي بروتيز انهبيتور كل الاي ان اس 5 اي ودول اللي هو الكروسايد ان اس 5 اي انهبيتورز. تمام، طب امال ايه بقى الريتونافير ده؟ ده سيتوكروم بي 450 انهبيتور، عشان ما اديش جرعه عاليه من الباريتا بريفير انا بدي حاجه تنهبت، مش احنا بنقول ان هو الاكسبريشن بتاعه بيتكسر على طريق سيتوكروم بي 450، انا بدي حاجه تنهبت الانزيم ده فعشان اخلي البايو افيلابيلتي بتاعه الباريتا بريفير اكتر. قرص واحد موجود فيه الثلاثه مع بعض، باريتا بريفير والبيتاسفير والريتونافير، التركيز بتاعه 12.5 75 على 50، 12.5 ده اللي هو البيتاسفير، 75 ده اللي هو الباريتا بريفير، و 50 ملي جرام الريتونافير. تمام، تابلت واحد في الثلاثه بيتاخد الصوت. عندنا الدواء
الاندوكريوزا. ولسه قريب نازل في مصر، ما فيش، هنتكلم قريب جدا يعني، اللي هو السوفيل باك. هو عباره عن بيتا تاسبير، بدل قلنا تاسبير فهو ان اس 5 اي انهبيتور مع سيتوسبوفير اللي هو اس 5 بي. تمام. الدواء في الاثنين مع بعض تركيزهم 100 400. ال 100 ده البيتا تاسبير، والسيتوسبوفير دايما 400. تمام. وموجود في مصر دلوقتي اللي هو السوفيل باك. كم؟ بكم؟ اعتقد 1600 او 1000 قرش. ده في الشهر 28 قرش. هو السوبر باك صناعه مصري؟ براند مصري. الايبيكلوزا هو المستورد. لكن السوبر باك لا، عشان كده ارخص. عندنا الهيباتاسفير وجراند سوبريفير، ده عباره عن ان اس 5 اي انهبيتور مع بروتييز انهبيتور. تمام. بيلير اكسكريشن مينلي، والافيلابيلتي بتاعته هو قرص برضو 50 ملغ الباتاسفير، وجراند سوبريفير 100 ملغ. ده سعره، لكننا ما قلناهوش في مصر خلاص، نستبعده. ماشي. هو موجود بره بيتاخد، وممكن تلاقي عيان جاي لك من بره او حاجه بيجي، ولكن عندنا في مصر مش متاح. طيب ابروتش تو بيشنت ويز اتش سي في. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان احنا الحمد لله بقى في تريتمنت وبقى في كيور وفي ادويه. طب نديها ازاي؟ مين العيان اللي نديها له؟ ونديها له بجرعه قد ايه؟ اول حاجه السكريننج بتاع الهباتيتس سي. احنا دلوقتي في مصر عندنا سكريننج بروجرام، وفعلا حقيقه يعني هو البروجرام ده كان كويس جدا، عمل سكريننج لناس كتيره جدا، وناس كتير خدت تريتمنت. يعني احنا في اليوم واحد كان بيعدي في المستشفيات بتاع 100 قلوب 800 900. انا ما اعرفش، هنا انتوا عندكم هنا العيادات للسيرجري برضه؟ تمام. كان في اليوم كانت اعداد مهوله يعني، دلوقتي قلت جدا خلاص يعني، دلوقتي فعلا الكيوريت اتحسن كتير. طيب احنا كنا بنعمل سكريننج بالاتش سي في انتي بودي. سكريننج اوف اتش سي في انفكشن از بريزنت بيست اون ذا ديتكشن اوف انتي اتش سي في انتي بوديز. والرابيد دايجنوستيك تيست زي الرابيد سي اللي احنا كنا بنعمله، اللي هو كل واحد يخش يتشك بس مش لازم يسحب عينه، هو ده اللي كنا بنعمله. واتس اكسبتد ايفيدنس اي بيست اي اي 1. بنشخص ان عيان عنده سي هيباتيتس سي فيروس لما نلاقي الانتي سي الاتش سي في فيروس انتي بوديز بوزيتيف، ده الفيرست، ونعمل بي سي ار نلاقيه بوزيتيف. طب هل انا كل عيان عملت له اتش سي في انتي بودي اعمل له بي سي ار؟ يعني ما ينفعش اعتمد ان العيان ده اتش سي في انتي بودي بوزيتيف ابتدي له تريتمنت، لا، لان ممكن يبقى الانتي بودي بوزيتيف كان قبل كده خد، كان عنده الانفكشن وراحت وبقى خلاص كيورد. حاجة تانية، لو عيان انا عملت له ال اتش سي في انتي بودي وطلع نيجاتيف بس العيان اميونو كومبرومايزد، ده لازم اعمل له اتش سي في ار ان اي. تمام. In case of suspected acute hepatitis or immunocompromised patient, HCV RNA test should be a part of the initial evaluation. Initial evaluation. تمام. بعدين الانتي اتش سي في بوزيتيف اتش سي في ار ان اي نيجاتيف، دي حاجة لذيذة جدا. عيان انت عملت له ال اتش سي في انتي بودي طلع بوزيتيف، عملت له الار ان اي نيجاتيف، تطمنه تقول له انت خلاص كده ما عندكش انفكشن، روح. تقول له انت محتاج متابعه بعد 3 شهور تاني و6 شهور تاني، لان ممكن البي سي ار اللي كان نيجاتيف ده يبقى بوزيتيف، ودي غريبه. ولكن لازم بدل العين لقيت عنده اتش سي انتي بودي بوزيتيف انك تفولو اب بعدها، مش تقول له خلاص انت كده كده. تمام. واخيرا الاتش سي في كور انتيجين، ده ممكن يستعمل بديل للاتش سي بي سي ار في الاماكن اللي البي سي ار مش موجود فيها. تمام. goals of end points of HCV survey. احنا ليه بنعالج فيروس؟ ايه الهدف بتاعنا؟ كان الدكتور احمد كان قال في المحاضره بتاعته الهدف بتاعنا من علاج فيروس بي، فاكرينها ولا؟ طيب ان احنا نقلل دي كومبنسيشن والاتش سي سي. تمام. احنا عندنا هنا اهداف احسن. ليه؟ لان هو دكتور احمد ما عندوش في الحاله اللي هو قالها كيور الهيباتيتس بي، احنا عندنا دلوقتي هيباتيتس سي في كيور. فاحنا عندنا رقم واحد احنا عايزين نكيور السي عشان نقلل السيروسس دي كومبنسيشن ال HCC اللي هو يحصل والاكسترا هيباتيك مانيفستيشنز. تاني حاجه نمبروف الكواليتي اوف لايف بتاع البيشنت، مش بس بروف كواليتي اللي هو الفيتنس بتاعه كده اهو، لا، مجرد ان العيان يبقى عارف ان هو سي بوزيتيف بيبقى خايف من اللي حواليه واللي حوالينه خايفين منه، فده مهم ان هو يبقى بيكيورد عشان يبقى انسان طبيعي عايش مع الناس عادي. واخيرا بريفنت اون مور ترانسميشن اوف HCV.
هو عشان كده بره هم بيساعدوك ان انت تعالج السي. انت دلوقتي ريزرفوار لفيروس سي في العالم. انت دلوقتي عندك جين ريزرفوار لفيروس سي في العالم، فانت لما تقضي على السي اللي موجود عندك انت بتقلل الانفكشن ترانسميتد وورلد وايد. فعشان كده هو مهم ان احنا نقضي عليه. الاند بوينت اوف ثيرابي ان احنا نخلي البي سي ار بتاع العيان نيجاتيف بعد 3 شهور اللي هو 12 اسبوع وبعد 24 اسبوع. اس بي ار اللي هو سستين بيولوجيكال ريسبونس زي ما كان في البي موجود، ان احنا نعمل للعيان بي سي ار بعد ما خلص علاج ب 3 شهور اللي هو بعد 12 اسبوع الاقيه نيجاتيف، اعيده له ثاني بعد 24 اسبوع يعني بعد 6 شهور من خلصت العلاج يطلع نيجاتيف. ده الاند بوينت بتاع الثيرابي، ان العيان ده خلاص كيوت ما عندوش سي خلاص تماما. وفي حاجه مهمه ما ننساهاش، ان العيان ويز ادفانسد فايبروزس اند سيروزس ان اتش سي في سيرفيلانس فور اتش سي في شود بي كونتينيو. يعني عيان كان عنده سي وعامل له سيروزس واديته تريتمنت وبقى كيورد خلاص اقول له خلاص مش محتاج متابعه، لا العيان ده كان عنده فايبروزس وسيروزس، ده هياخد الباس واي بتاع السيروزس. فالعيان ده عشان ما يحصلوش اتش سي سي انا لازم افولو اب العيان ده كل شويه. ليه؟ عشان الاس بي ار ريديوس بات نوت ابوليش ذا ريسك اوف اتش سي سي. اتش سي سي لسه ممكن يحصل في عيان عنده سيروزس حتى لو كيوت بي سي. الريت بتاعه هيبقى اقل من عنده سي وسيروزس مع بعض، ولكن لازال ممكن يحصل له اتش سي سي باتسولار بيرسون. طيب ازاي نعرف ان العيان عنده ادفانس فايبروزس؟ كويس وبعد ست شهور عملت له تراي فيزيك وطلع ان خلاص ما كيوت
ده بتديله دلوقتي تديله العلاج بتاع الاتش سي بتاع الاتش سي في. احنا عندنا 2 تيومرز لو الاتش سي سي 6 شهور بعد ما يخف، لو اكستراباتيك مالجنسي اي مالجنسي ثانيه بعد سنتين تمام، ويستثنى من ده الليمفوما، لان الليمفوما فاكرين ده كده ممكن تبقى اكستراباتيك مانيفيستاشن بالظبط، فممكن بعد ما يبقى العين يبتدي ريميشن في الليمفوما ابتدي له علاج بتاع السي على طول تمام. بريجننسي بالمناسبه البريجننسي هنا لو راجل زوج واحده بياخد علاج السي مراته ما تحملش تمام، يعني مش بس بياخد علاج لا البارتنر بتاعه تمام لمده قد ايه؟ 6 شهور بعد ما تخلص علاج. نعم الربا فايرل مني عشان هو تراتوجيني، ولكن الدواء دي ماشي على كل التريتمنت، يعني هي مني ربا فايرل ولكن لازال العين اللي ماشي على السوفت داكلا مثلا ما بدلوه ما خلوش يحصل بريجنسي وقت بتاع درجه ان انا ممكن اخليهم يستعملوا كونتراسبشن في الفتره دي لمده 6 شهور بعدها. اخر حاجه لو الراجل بني ون سي بتاعه فوق التسعه العين ده ريتك، هو دي هي مش في الجايد لاينز بره صراحه. طب ليه؟ بيقول لك العين ده اصلا ده هو مش مظبط السكر بتاعه هيبتدي يمشي في تمام على العلاج، فهو عشان كده في مصر معمول من اكسكلوجن كرايتيريا ولكن مش محطوط بره من اكسكلوجن كرايتيريا. بري ثيرابيوتيك اسسمنت خلاص، يبقى احنا قلنا العيان ده محتاج علاج وتاكدنا ان هو مش في الاكسكلوجن كرايتيريا وهنبتدي علاج. لو سمحت اتفضلي. الاي جي كان زمان فوق ال 65 كان بيكسكلود، دلوقتي لا، دلوقتي بقى فوق ال 18 سنه نبتدي ندي علاج عادي وفوق ال 65 ياخد علاج. ما هو اللايف اكسبكتنسي بس انا هقلل له الكومبليكيشنز وهقلل ان هو يبقى الريزرفوار اللي حواليه. لو هو عيان مثلا الايدج بتاعه 60 سنه وتشايلد اي او ايرلي بي، يعني هو مش دي كومبنسيتد او مانسر روتك، صحيح صحيح، يعني ممكن يبقى عيان اولد ايج ويبقى دي والليفر بتاعه كويس، فده مش كونتر انديكيشن ان هو ياخد. لكن في 2012 كان كان لحد 65، لكن دلوقتي لا اتشال خلاص من الكريتيريا. طيب ايه الاسسمنت اللي بنعملها بري ثيرابيوتيك اسسمنت لعيان هنبتدي له علاج الفيروس سي؟ رقم واحد بعمل له البي سي ار. بعمله له ليه؟ بالظبط، مش اي انتي بودي وخلاص، لازم اتاكد ان هو البي سي ار بتاعه عادي بوزيتيف. بعمل له سي بي سي، بعمل له اي ان ار، بعمل له البومين وبيلوبين كريات. الكريات هنا عشان احسب الجي اف ار، وايه اهميته؟ تمام، عشان السوبالجي والسيمي بريفير احنا قلنا لا سوبالجي صح، عشان السوبالجي احنا قلنا لو فوق اقل من 30 اسمنت جي اف ار بتاعه ما ينفعش ياخد السوبالجي، ومعظم الكومبينيشنز بتاعتنا فيها السوبالجي، فعشان كده احنا لازم نحسب الكريات بتاع العيال بسبب الجي اف ار. بنعملهم تايس بي فيروس تيستنج ليه؟ عشان العيان ده كمان هياخد ساعتها لما هيبتدي ياخد تريتمنت بتاع السي هياخد تريتمنت بتاع البي كمان معاه. طيب هنعمل له ابدومينال الترا ساوند عشان اسس ليفر كونديشن، وهنشوف الاكس هيباتيك مانيفستيشن في الاتش سي بي شود بي ادفايد ان كيس اوف سيمتومز، يعني انت لازم تتاكد العيان ما عندوش تريجلوبيريا ما عندوش اي اكس هيباتيك مانيفستيشنز ثانيه، يعني مثلا افرض العيان السيرماتيك بتاعه لنفوما مش هياخد دلوقتي تريتمنت لحد ما يبقى في ريميشن، فانت لازم تستكشفها وانت بتعمل له اسسمنت تمام. واخيرا هنعمل كالكوليشن للديجري اوف فايبروزس، وليه هنعمل كالكوليشن للديجري اوف فايبروزس؟ عشان العيان ده هنشوف بعد ما نخلص تريتمنت هيتابع بعد كده ان احنا نعمل له الالترا ساوند الالفا فيتو بروتين لانه ممكن يحصل له اتش سي ولا لا، وبريجنسي تيست فور فيميلز ان شايلد بيرنج. دي البري ثيرابيوتيك اسسمنت للعيانين اللي هياخدوا تريتمنت بتاع السي بي سي ار سي بي سي اي ان ار البوم بالجلوبين كريات تايتس بي ادول الترا ساوند سكريب اكسترا فاتيك مانيفستيشنز. احسب الفيب سكور ده بيتحسب من اللابس دي، هو بيعتمد عليه الاي تي والاس تي والبليفنس بتاع العيان والاتش وي بريجننس ليست فور فيميلز اند شايلد بيرنج. اس بي جينوتايبس اند سب تايب تيستنج، احنا دلوقتي قلنا ان في عندنا جينوتايبس، هل انا محتاج ان انا اعمل جينوتايب تيستنج للعيان قبل ما ابتدي له علاج ولا لا؟ لا مش محتاج. تريتمنت شود بي انيشيتد ويزاوت نولج اوف جينوتايب اند سب تايبس ان ارياز وير جينوتايب ديترمينيشن ار نوت افيلبل او نوت افوردبل، يعني انت مش لازم تستنى العيان ده تعرف الجينوتايب بتاعه بدل انت عارف هو خلاص كومن في ايجيبت ان هو جينوتايب 4 هنبتدي نعالج جينوتايب 4، امال امتى نعمله؟ لو رجع حصل له ريلابس بعد كده ده ساعتها هنشوف الجين تايب بتاعه. طيب تيستنج فور ريزيستنس، نعمل تيستنج فور ريزيستنس قبل ما نبتدي علاج؟ لا، تيستنج بيفور تريتمنت از نوت ريكومندد، يعني احنا بنعمل دول بس ولا
بنشوف ريزيستنس ممكن تبقى موجوده ولا لا، ولا بنشوف الجينوتايب بتاع العيان موجود ولا لا. ده مش محتاج اعمله كاسسمنت قبل ما ابتدي علاج. كلاسيفيكيشن اوف بيشنت، احنا بنقسم العيانين بتوعنا اكوردنج للايجيبشن بروتوكول لايزي تو تريت وديفيكلت تو تريت. الايزي تو تريت الفكره بتاعته ان هو كومبنسيتد. طب بعرفها ازاي؟ هو العيان ده تريتمنت ضعيف، ما خدش تريتمنت قبل كده، الالبومين بتاعه فوق ال 3.2، البلوروبين بتاعه فوق ال 1.5، الاي ان ار تحت ال 1.5، اسف البلوروبين تحت ال 1.5 والاي ان ار تحت ال 1.5، وبليتلس فوق ال 100,000. ده عيان كومبنسيتد، ده عيان مش دي كومبنسيتد ولا تشايلد سي ولا حاجه. الالبوم بتاعه معقول، البلوروبين بتاعه معقول. بالمناسبه الريزلتس دي يعني مجرد من سنه تقريبا احنا كنا بناخد البوم 3.5، البلوروبين 1.2 اللي هو النورمال فاليو. قريب بس احنا ابتدينا نغير في الفاليوز دي، نزلنا شويه. خلينا لو الالبوم بتاعه فوق ال 3.2 بدل 3.5، البلوك بتاعه لو تحت ال 1.5، الاي ان ار لو تحت ال 1.5، والبيزنس بتاعته لو فوق ال 100. ده عيان ايزي تو تريت، وده هيفرق في الريجيم اللي هو هياخده بعد كده. طيب امال ايه العيان ديفيكلت تو تريت؟ عكسه، عيان خد تريتمنت قبل كده، الالبوم بتاع العيان تحت ال 3.2، البلوك بتاعه فوق ال 1.5، الاي ان ار فوق ال 1.5، والبليتلس تحت ال 100. مش لازم العيان يبقى عنده كل دول، اي واحده من دول هتدخله في ديفيكلت تو تريت. يعني مش لازم العيان ايه القلب بتاعه كويس والبلوروبين كويس بس الاي ان ار بتاعه مش مظبوط، لا، هو واحده فقط تكفي ان هو يخش في المجموعه دي، لان الديفيكلت تو تريت الكيور بتاعه هيتضاف له ريبافايرو عكس الايزي تو تريت. طيب السلايد دي من اهم السلايدات عشان تفرق العيان ده ازاي تدي له علاج، مين العيان الايزي تو تريت، مين العيان الديفيكلت تو تريت. تريتمنت اوف اتش سي ندي نبتدي بايه؟ عندنا جنرال رولز عشان تسهل علينا العيان ندي له ايه؟ رقم واحد نيفر يوز ا سنجل دايركت انتي اكتنج انتي فايرال، لازم اثنين على الاقل. اي عيان بياخد تريتمنت للسي ما ينفعش ياخد ليتيفاسفير بس لوحده بس، سوفالدي بس لوحده، لازم اثنين على الاقل. دو نوت يوز كومبينيشن فروم ذا سيم كاتيجوري، فاكرين احنا عندنا كام كاتيجوري؟ ثلاثة، ال S5A inhibitors وال S5B inhibitors والبروتيزي inhibitor. ما تديش مثلا داكله مع ليدي، داكله تسبير مع ليدي تسبير، الاثنين S5A ما ينفعش. انت بتدي اثنين من كاتيجوريز مختلفه عشان تقلل الريزيستنس، عشان تزود الكيور بتاع العيان. تريتمنت ديوريشن از 12 ويكس لكل نون سيروتيك بيشنت، عيان ما عندوش سيروسس او ايزي تو تريت، العلاج بتاعه 12 ويكس، 3 شهور. علاج فيروس سي 3 شهور. مش اندفنت زي علاج الفيروس بي على طول، لا، العلاج ده بيتاخد 3 شهور. امال مين يزود ممكن شويه؟ لو العيان دي كومبنسيتد سيروزس او اللي هو بنقول عليه ديفيكلت تو تريت، احنا يا اما قدامنا حاجه من الاثنين، يا اما نزود ريبافاير في الثلاث شهور دول، يا اما ما ندلوش ريبافاير ونخلي التريتمنت 24 اسبوع. تاني الجنرال روز دي هنطبقها في كل تريتمنت بعد كده، فمهم ان احنا نعرفها. ما تستعملش ابدا سنجل دايركت اكتنج انتي فايرال، دايما ما تستعملش كومباينيشن بالسيم كاتيجوري، لازم يبقى كاتيجوريز مختلفه. تريتمنت ديوريشن 3 شهور اللي هو 12 ويكس في الايزي تو تريت. لو العيان دي كومبنسيتد او ديفيكلت تو تريت جروب، فده هنزود له الريبافايرين في العلاج بتاعه، او لو ما ينفعش ان احنا نزود له الريبافايرين هنزود المده، هنديله 24 اسبوع. تمام؟ واخيرا بروتيز انهبيتورز زي السيمي بريفير والبريتا بريفير اللي هو الجزء اللي هو موجود في الكيوريفو، والسيمي بريفير اللي هو الريسيو، ار كونترا انديكيتد ان شايل بي اور سي، عشان ممكن يدخلوا في عين دخل في دي كومبنسيشن. طيب دلوقتي احنا عندنا عيان شفناه سي بوزيتيف خلاص، عملنا له اللابس بتاعته حطيناه في الكاتيجوري، عيان مش سيروز خالص ولا عنده انفلوباسي ولا اكسايتس، الالبوم بتاعه كويس، البلوبين كويس، لاين ار كويس، بيتلس بتاعته كويسه، ما خدش علاج قبل كده، خلاص ده عيان ايزي تو تريت، هدي له علاج، هدي له ايه؟ احنا قلنا لازم هندي دوايين من مجموعتين مختلفتين. احنا دلوقتي عندنا ال NS5A وال NS5B، تعال نعمل توافق وتوافق مع بعض. ممكن ندي له الدكلاتاسفير 60 مللي جرام والسوفوسبوفير 400 مللي جرام، السوفوسبوفير دايما 400 مللي جرام. داكلا مع سوفوسبوفير او نديله الليدي باسفير اللي هو من الاس 5 اي مع السوفوسبوفير 400 مللي جرام اللي هو اسمه ايه؟ هارفوري، اسمه في السوق هارفوري، ده دواء واحد قرص واحد في الاثنين مع بعض.
الهارموني او السفلانوك بلس او الدكلانوك بلس اي حاجه بلس هو بيبقى الاثنين مع بعض. او ندي للعيان الفيلباتاسفير ده لسه نازل جديد مع السفوسبوفير 400 ملغ وده برده دواء في الاثنين مع بعض. يعني احنا ممكن ندي العيان ده قرص واحد في اليوم بس القرص ده فيه المادتين مع بعض الليتيباسفير مع السفوسبوفير اللي هو الهارموني او الفيلباتاسفير مع السفوسبوفير اللي هو الابيكلوزا. او ندي العيان كيوريفو. ايه بقى الكيوريفو ده بقى اللي هو الكيوريفو اللي هو ال اس 5 اي احنا ما اديناش بقى ساعتها حاجه من ال اس 5 بي دي لا ادينا حاجه بروتيز انهيبيتور الباريتا بريفير والريتونافير بس ساعتها هياخد معاهم ريبوفاير. تمام تاني يبقى احنا التريتمنت بتاعنا الاساسي في الايزي تو تريت العيان اللي هو اللي هو ما فيش سيروزس عنده او تشايلد ايه العيان ده هياخد دوايين مع بعض ال اس 5 اي مع ال اس 5 بي او ممكن ادي له واحد ال اس 5 اي مع البروتيز انهيبيتور مع ريبوفاير الثلاثه دول مع بعض اسمهم كيوريفو. يعني هياخد يا كيوريفو مع ريبافيرين يا هياخد دكلاتاسفير مع سوفوسبوفير او ليتيباسفير مع سوفوسبوفير او فيلباتاسفير مع سوفوسبوفير لمده 3 شهور 12 اسبوع. تمام فور 12 ده العيان ايزي تو تريت ده العيان نانسر روتين ده العيان اللي التشايلد سكور بتاعه ايه ممكن ياخد الدواء. طب العيان بقى دي كومبنسيتد سيروسيس اللي هو تشايلد بي او سي او ديفيكالت تو تريت هديله ايه؟ عندنا مجموعتين ان اس 5 اي وان اس 5 بي فاكرين احنا جنرال رولز قلنا ايه؟ احنا هندي كومباينيشن وهندي معاهم ريبافيرين او هنديهم 24 اسبوع بدل ما ندي ريبافيرين بقى. احنا امتى ما نديش ريبافيرين؟ لو كونترا انديكيتد عيان مثلا عنده هيموليتيك انيميا عنده 6 بي دي انت مش هياخد ريبافيرين عيان حصل له سايد افكس سيفير سايد افكس منه السي سي بتاعه الانيميا بالظبط نزل بتاع الجروب بتاع تحت 8.5 ده هوقف الريبافيرين فساعتها هزود المده نفس الكومباينيشن اللي عندنا ولكن هنشيل منها حاجه. يعني ممكن ندي العيان ده دكلاتاسفير 60 ملغ مع سفوسبوفير 400 ملغ مع ريبافيرين او نديله ليتيباسفير مع سفوسبوفير مع ريبافيرين او الفيلباتاسفير مع سفوسبوفير مع ريبافيرين. فين الكيوريفو؟ ما ينفعش تمام عشان عشان في اللي هو بروتيز انهبيتور والعيان ده دي كومبنسيت ما يتاخدش الكلوريف فاكرين اللي هو في السلايد اللي قبل كده اللي هو ده في بروتيز انهبيتور اهو ده ما ينفعش يتاخد في عين سيروتك عين سيروتك فعشان كده انا لغيته من السلايد ده ما ينفعش يتاخد. يعني هديله ده صوف داكله او صوف ليدي احنا بنقولها كده اعتقد في دكاتره كتير هنا بيشتغلوا في دكاتره كتير بيشتغلوا هيباتولوجي معانا صح؟ ولا ما هو الكلام الجديد صوف ليدي او صوف داكله او فيلم تسبير مع سكوز بوفير مع ريبوفاير ثلاثه مع ريبوفاير والمده 12 اسبوع لو مش هدي ريبوفايرن هخلي المده 24 اسبوع. طيب ده كلام اللي احنا قلناه في السنتين اللي فاتوا بس في الجايد لاينز اللي هي بتقوله ازاي؟ اللي هو الاوبشن الاولاني سكوز بوفير مع ريتيباسبير اللي هو هارموني بتقول انه ممكن يتاخد في الجينو تايب 4 سنجل دوز دواء فيه 40 90 ملغ ريتيباسفير و 400 ملغ سفوسبوفير بيتاخد في منين في اللي هو التريتمنت نايف اللي هو الايزي تو تريت سوف ليدي لمده 12 اسبوع في التريتمنت اكسبيرينس بيتاخد البتاع بيتاخد 12 اسبوع مع ريبافايرين ليه؟ عشان ده بقى ديفيكالت تو تريت العيان اللي هو خد علاج قبل كده هو ده اتحط في الكاتيجوري بتاع ديفيكالت تو تريت فساعتها هياخد مع ريبافايرين ولو العيان كونترا انديكيت ان انا اديله ريبافيرين ساعتها لو ازود المده هديله 24 اسبوع نفس الكلام بس احنا بنفرده في الجايد لاينز الاختيار الثاني السوفوسبوفير مع الفيلباتاسفير بيتاخد قرص واحد في اليوم في تريتمنت نايف وتريتمنت اكسبيرينسد هنا بقى في فرق الفيلباتاسفير في تريتمنت اكسبيرينسد ما بيعتبرش ديفيكالت تو تريت ممكن يتاخد معاه بدال العيان كومبنسيتد لمده 12 اسبوع بس من غير الريبافيرين. واضحه؟ تاني اوبشن ان انا اديله اللي هو الكيوريفو والبيتاسفير باريتا بريفير ريتونافير مع الريبافيرين بيتاخد معاه الريبافيرين ويت بيست او اديله السفوسبوفير مع الدكلا بريفير. بالمناسبه الدكلا اتشال من الجايد لاينز الجديده ولكن لازال في الايجيبشن جايد لاينز بنستعمله جايب نتائج ممتازه هو لازال معاه
اللي هو بندي العيان سوفوسبوفير 400 ملغ زائد داكلاتاسفير اللي هو 60 ملغ بنديها له لمده 12 اسبوع تمام. ولو الريبافايرنج اسف مع الريبافايرنج ولو الريبافايرنج كونترا انديكيتد بنزود المده ل 24 اسبوع. دي كومبنسيتد سيروزس ويتنج فور ترانسبلانتيشن عيان سي بوزيتيف دي كومبنسيتد وهيعمل ترانسبلانتيشن ده هياخد العلاج. هديله العلاج قبل الترانسبلانتيشن ولا بعد الترانسبلانتيشن؟ ديوريشن اوف تمام دي واحده من الاوبشنز. لو العيان مثلا الويتنج ليست بتاعه فوق 6 شهور انا مش هستنى 6 شهور عشان دي ترانسبلانتيشن. طب 6 شهور دول كنا عالجته ما هو هياخد علاج 3 شهور فساعتها هديها له. لكن احنا المفروض نحسب حاجه اسمها ميلد سكور للعيان. لو الميلد سكور هو اللي عايزين نعرفه الميلد سكور كل ما الميلد سكور زاد كل ما معناه الليفر كونديشن اسوء تمام. فلو الميلد سكور اقل من 18 ل 20 ده الليفر كونديشن كويسه ده يستحمل اديله العلاج قبل ما اعمل ترانسبلانتيشن تمام. لو العكس بقى لو الميلد سكور بتاعه عالي فوق 18 ل 20 فساعتها مش هل العيان ده الليفر بتاعه مش حلو فده مش هستنى عليه ترانسبلانتيشن اعمل له ترانسبلانتيشن وبعدين ابقى اديله العلاج تمام. اديله العلاج ايه؟ احنا قلنا هندي سوف داكله تمام. ولكن في حاجه هنا احنا قلنا العيان ده ايه؟ ده دي كومبنسيتد سيروز ده عندي هيزرع عشان هو دي كومبنسيتد هياخد سوف داكله ريبه تمام؟ ثلاث شهور او لو مش هياخد الريبه ثلاث شهور هياخد مع اللي هو من غير ريبه هياخد 24 اسبوع تمام. ده اللي احنا قلناه دلوقتي. طيب بالمناسبه في العيانين دول الجايد لاينز الايزل جايد لاينز بتقول ان هو هياخد سوف داكله ريبه 12 اسبوع. الايجيبشن جايد لاينز بتقول لك لا عيان ترانسبلانتيشن ده انا ما استحملش عليه ان هو ممكن يحصل له ريلابس او اي حاجه فبنديله السوف داكله ريبه 24 اسبوع. ودي من الحاجات القليله ان احنا بندي العيان سوف وداكله وريبه 24 اسبوع. عيان الترانسبلانت اللي عنده اللي عمل ترانسبلانت اللي عنده سي ساعتها بديله السوفت داكله ريبه 24 اسبوع ده ايجيبشن جايد لاينز. لكن بره بديله 12 اسبوع بس تمام. بوست ليفر ريكرنس احنا ممكن ندي زي ما قلنا السوف ليدي او سوف داكله او سوف بالباتس دي والثلاثه اي واحد من الثلاثه لازم يبقى معاه ريبا فايرا. الجايد لاينز بره بتقول ان هو 12 اسبوع عندنا احنا بنقول 24 اسبوع تمام. رينال انترمنت عيان عنده رينال انترمنت مش هينفع نديله سؤال. بس احنا لو بصينا في السلايد اللي احنا قلنا عليها دي نمشي ازاي في فور اب مع العيان. اول حاجه احنا هنعمل ايه لتي العيان؟ هتف
شهر تقريبا هنعمل ايه التي بتاع العين. ليه بنعمل ايه التي بتاع العين؟ ليه بنتابع العين بايه التي؟ عشان العين ده لو دي كومبنسيتد مني لو الالتي بتاعه عدى ال 10 فولتس هوقف علاج مش هكمل. بعمل كريات كل اربع اسابيع عشان احسب الاستيميتد جي اف ار بتاع العيان. يعني ده الالتي والكريات بعملهم كل شهر للعيان، العيان بيجي لي مره كل شهر عشان ياخد العلبه الجديده بعمل له الالتي والكريات. البلوروبين بيتابع كل اربع اسابيع برضه كل شهر لو العيان بياخد يوريفو او سيمي بريفير او ريبافايرين لازم اعمل معاه بلوروبين. واخيرا السي بي سي لو العيان بياخد ريبافايرين لازم هرجع. يعني ايه التي كريات بلوروبين لو بياخد ريبافايرين سي بي سي لو بياخد ريبافايرين. السي بي سي لو العيان الهوجل بتاعه ابتدى ينزل على 10 هنزل 200 ملي جرام بير دي هوقف الريبافايرين لو هو وصل ل 8.5 وكونسيدر ريسو بروتين بلاد ترانسفيوجن تو هيلب انكريز الهوجل بتاع العيان. والعيان ده بالمناسبه انت لازم تتاكد ان النقص الهوجل ده مش بس بسبب الريبافايرين. العيان ده خلي بالك اللي بياخد الريبافايرين ده دي كومبنسيتد ممكن يكون بيفليد عنده فارسس عنده فوكال هايبرتنشن فلازم تاكسكلود ده كسورس اوف بليدنج. امتى توقف عليك؟ مين العيال اللي ما ينفعش نكمل معاه علاجه لازم نوقفه؟ لو الال تي بتاع العيال عالي عن 10 فولتس ده انديكيشن ان انا اوقف العلاج ما ينفعش اكمل. لو الال تي عالي اقل من 10 فولتس بس في سيمتومز العيان ده عنده نوزيا فورمتنج وجوندس وانكريز بالروبن والماينر بتاعه بيعلى ده هوقف علاج مش هستنى لما يعدي ال 10. لو العيان اسيمتوماتيك والاي ال تي بتاعه بيزيد اقل من 10 فولتس مش راضي ينزل بفولو اب العيان كل اسبوعين. هو ساعتها لما لقيت الاي ال تي عالي كده مش هقول له كمان شهر هقول له تعالى بعد اسبوعين لقيته مش راضي ينزل فساعتها هضطر اوقف عليك. واخيرا لو العيان بياخد ريبافايرين لو اقل من 8.5 الهيموجلوبين بتاعه ساعتها هضطر اوقف الريبافايرين واشوف بقى هشفت العلاج ازاي هل هطول